معايا شوية بصل بنوازيه ناعم مش مبشور، اوكي، معايا زيت جوز هند، وبعدين طماطم مخلية، معايا جنزبيل فريش، ثوم مفري، هريسة شطة، خل عنب أحمر، ليمون عصير يعني، ومعايا عصير عنب أبيض حلو. أوكي تمام كده؟ متفقين؟ طيب متفقين. نعمل كده، ناخد الإيه البط، ناخد صدور البط كده ونعمل كده. وقبل ما نشتغل فيها هعمل كده، هناخد الطماطم دي هكذا، اوكي، وهحط عليها جنزبيل، ثوم، عصير ليمون، وخل العنب الأحمر. ونيجي هنا نغز 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 نغز. خصوصا الحتت اللي ايه اللي جلدها تخين. اوكي طيب، هحط زيت جوز هند على نار حاميه، اوكي، احط شويه بصل اللي اتكلمنا فيهم دول الناعمين، هايل، والبط صدره لتحت، ونحطه كده. حوالين الصوص، حوالين ايه الصوص؟ حوالين البط كده اهو. احطه بس ايه في صينية وادخله تحت الشواية في الفرن. وهناخد الصدور دي هكذا، هتنزل فما فيش داعي، خليني بس نعمل كده. ناخد بقى شوية رلش من دول كده، عايزين الكلام ده يتقدم بسرعة وهو سخن. تنسوش ان احنا عاملينها بايه؟ مع زيت جوز الهند. زيت جوز الهند لو اتعرض لبرودة هيجمد، فالصوص ده كله مش هيبقى احلى حاجة. Thank you.